ونرحب من القدس المحتلة بالأستاذ فراس ياغية، الباحث في الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية. حياك الله أستاذ فراس. يعني في البداية، حركة حماس تقول أنها لم تحصل حتى الآن على المقترح من الجانب الأمريكي أو عبر الوسطاء، بالتالي على ماذا يمكن أن تفاوض حماس الآن؟ وجو بايدن يقول أمام الملأ وكل تقريبا الإدارة الأمريكية بما فيها ماثيو ميلر بما فيها كيربي يقولون أن الكرة في ملعب حماس. على أي أساس تفاوض حماس على ورقة لم تطلع عليها؟ صباح الخير وتحياتي لك لمشاهدي القلب. هذا ضمن سياق العلاقات العامة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية في محاولة منها لإعطاء الوقت ومزيد من الوقت لإسرائيل للقيام بعملياتها في داخل مدينة رفح وفي الوسطى، حيث إسرائيل تقوم بعمليات في المنطقة الوسطى في قطاع غزة لتوسيع محور نتسارين، مما يؤكد أنه لا يوجد توجه لدى الجانب الإسرائيلي باتجاه الخروج من داخل قطاع غزة. الولايات المتحدة الأمريكية تطالب وتضغط على حماس لكي تساعد الرئيس بايدن في الانتخابات، وفي نفس اللحظة يوجد الجنرال بتراتيوس موجود في تل أبيب لمساعدة إسرائيل في مفهوم العمليات الجراحية في داخل قطاع غزة. لم تسلم أمريكا حماس ولا المقاومة أي ورقة، واعتمدت على التصريحات تصريحات الرئيس بايدن بهذا الخصوص، وبالتالي تطالب من حماس أن توافق على ما أعلنه الرئيس بايدن جفويا وليس على أي نص خطي قدم كمقترح أمريكي بهذا الخصوص، باعتبار أن الجانب الإسرائيلي حتى الآن يرفض مسألة وقف الحرب ووقف إطلاق نار دائم في داخل قطاع غزة، وهذا ما صرح به نتنياهو بهذا الاتجاه، لأن نتنياهو يناور ويخدع الجميع في حديثه عن مسألة الصفقة، ليريد من حماس أن ترفض هذا المقترح، وبالتالي يحمل المسؤولية لحماس وليس لغير حماس، وتساعده أمريكا بذلك. فنسمع كيربي يطالب حماس بالموافقة، والبيت الأبيض يطالب حماس بالموافقة، ووزير الخارجية بلينكين بالموافقة، وحماس تسأل على ماذا نوافق، أين المقترح الأمريكي حتى نستطيع أن نناقشه ونوافق عليه أو نضع ملاحظات أو حتى نرفضه بهذا الاتجاه. إذن كل المسألة هي في نطاق الضغط على المقاومة وعلى حركة حماس، وكل المسألة هي شراء وقت ومناورة وخداع أمريكي لكي يستمر الإسرائيلي في حرب الإبادة والتهجير في داخل قطاع غزة. الورقة التي ستفاوض عليها حماس أستاذ فراس، نجهل أبوة هذه الورقة إن كانت أمريكية أو إسرائيلية، فبالتالي ما الذي سيصل إلى حماس؟ هل ربما المشروع أو التصريحات التي تفضل بها جو بايدن المكونة من 3 مراحل، أم ربما الورقة الإسرائيلية التي يقول بنيامين نتنياهو أن تتعارض مع الورقة الأمريكية وهناك بنود لا تزال ناقصة؟ يعني أولا دعينا نقول أن صحيح أن نتنياهو يكذب، ولكن أيضا نتنياهو في أثناء دائما حديثه وتصريحه يقول الحقيقة، ونتنياهو هو الذي يتحدث عن المقترح الإسرائيلي الذي هو وافق عليه في داخل مجلس الحرب. يعني الوحيد الذي كان يرفضه في البداية نتنياهو غالبية قيادة الجيش والجهاز الأمني وغالبية أعضاء مجلس الحرب وافقوا على المقترح الإسرائيلي. الآن تلقفت الولايات المتحدة هذا المقترح الإسرائيلي ووضعت عليه تفسيراتها الخاصة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار والضمانات التي تتحدث عن القدرات العسكرية وتتحدث عن اليوم التالي وتتحدث عن استمرارية وقف إطلاق النار في ظل المباحثات التي تجري لتطبيق المرحلة الثانية والثالثة من اليوم 16 من المرحلة الأولى، ولكن هذا لم يعجب نتنياهو، وبالتالي أعلنه بوضوح وقال لم نتفق على مسألة وقف إطلاق النار ولم نتفق على مسألة إنهاء الحرب. كل الهدف الأمريكي والإسرائيلي هو للذهاب فقط إلى المرحلة الأولى من أجل الإفراج عن الأسرى المدنيين وكبار السن والنساء والأطفال، ومن ثم يستأنف نتنياهو القتال. يعني لاحظي ماذا قال بايدن، بايدن قال أن قطر ومصر تضمن أن لا تقوم حماس بترميم قدراتها العسكرية، وإذا ما قامت بذلك فسوف يقوم إسرائيل باستئناف العمليات العدائية، بما معنى إذا يعني مسكت حماس شاكوش
ودكت مسمار، قد يكون هذا استدعاء جاهزة. لاستئناف، نعم استدعاء لاستئناف الأعمال القتالية في داخل قطاع غزة. لذلك تصر حماس على أن يكون هناك نصا مكتوبا واضحا يتحدث عن وقف إطلاق نار دائم، ويتحدث عن انسحاب شامل. الولايات المتحدة تعرض الآن مشروع قرار في مجلس الأمن يتحدث عن التزام الطرفين بالصفقة، أي صفقة؟ لم تذكر أمريكا طبيعة الصفقة، قد تتحدث عن الصفقة الإسرائيلية. المقترح الإسرائيلي أصلا لماذا توافق عليه؟ فهو مقترح إسرائيلي بهذا الخصوص. ولكن التطور الجديد أنها أيضا طالبت بانسحاب شامل حتى من المناطق العازلة في داخل قطاع غزة، وتحدثت عن ما يسمى الدولتين. ولكن في كل السياقات ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية هو شراء وقت ومناورة وخداع لاستمرارية الحرب في داخل قطاع غزة، وعدم الذهاب والحديث عن الكارثة الإنسانية الكبرى، والالتفات فقط من كافة وسائل الإعلام حول الصفقة والمباحثات حول الصفقة، وبالتالي تضغط على حركة حماس لكي تقوم حماس بذبح نفسها بالموافقة على ما يطرحه بايدن دون أن يكون هناك أي نصوص واضحة بهذا الخصوص. يعني بن غفير قال أنه لا تفاوض إلا تحت النار، كما أيضا أوضح نفس التصريح يوآف جالانت، لا تفاوض إلا تحت النار، وهم يعلمون أن إطلاق النار والاقتتال لمدة 8 أشهر بهذا الجسر الجوي والبري لم يساعد إسرائيل على استعادة أسراها، لم يقضي على حركة حماس ولا على يحيى السنوار ولا إلى ما ذلك. أيضا يعني رؤساء وزراء سابقين كيهود باراك ويهود أولمرت تحدثوا على أن في مقالات كثيرة على أن الاحتلال الإسرائيلي، ودعنا نقول كما يقول دولة إسرائيل، لن تحقق النصر في هذه المعركة. العديد من الجنرالات السابقين وقعوا عريضة وبعثوا بها إلى الجيش، طلبوه بوقف هذه العمليات العسكرية، ولكن مع كل ذلك لا زال القادة الإسرائيليون يعني يكابرون فيما يخص هذه العملية العسكرية التي أدت إلى الفشل الاستراتيجي حتى الآن. فبتقديرك هل سيستمرون في هذه المعركة العسكرية الفاشلة؟ يعني نتنياهو أعلن أنه مستمر حتى النصر المطلق، ولم نسمع نتنياهو في يوم من الأيام يتحدث بغير ذلك، هذا أولا. ثانيا لاحظي عبارات نتنياهو، دائما يتحدث عن عودة الأسرى والمحتجزين، لكن لم يقل يوما هل سيعودون أحياء أو أمواتا. يعني نتنياهو واضح في مصطلحاته التي يتحدث عنها للرأي العام الإسرائيلي. المسألة الثالثة أن كل الضغط العسكري التي قامت به إسرائيل لم يثني حماس ولا المقاومة، ولم يضغط عليهم بمسألة المفاوضات أو القبول بالمقترحات الإسرائيلية التي تطالب بسيطرة كاملة على قطاع غزة. ما يقومون به الآن على الحدود المصرية الفلسطينية هي واضح في محاولة السيطرة وحصار قطاع غزة، وما يقومون به في الوسطى واضح أنهم يحددون كيفية تقسيم قطاع غزة إلى مربعات، وكيفية السيطرة الأمنية بشكل كامل على داخل القطاع، وتثبيت قواعد داخلية في داخل القطاع. اليمين في إسرائيل هو الذي يحكم، ونتنياهو هو الذي يضع الإيقاع بالنسبة للسياسة الإسرائيلية، وليس المتقاعدين ولا المنتقدين بهذا الخصوص. صحيح أن أكثر من 40% يطالبون بإحداث صفقة حتى لو أدى ذلك إلى وقف لإطلاق نار دائم، ولكن ما دامت لا يوجد ضغوطات أمريكية حقيقية على إسرائيل من أجل الذهاب إلى وقف إطلاق نار دائم في داخل قطاع غزة، فسوف تستمر المعركة في داخل القطاع، لأن الهدف الأساسي لدى نتنياهو وسموتريتش وبن غفير هو التهجير والتطهير في داخل قطاع غزة، وتحويل قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للعيش، وكل القضايا الأخرى هي فقط في مجرد المناورة وشراء الوقت لا أكثر ولا أقل. الرد الفلسطيني الحقيقي لو كان هناك إرادة فلسطينية حقيقية في مواجهة كل هذه القضايا وكل هذا التعنت، بأن تتفق حركة حماس وحركة فتح على تشكيل حكومة خبراء فلسطينيين بمرجعية وطنية، على أساس أن تكون حماس جزءاً والجهاد الإسلامي جزءاً من منظمة التحرير الفلسطينية. إذا ما كان هناك موقف بهذا الاتجاه فسيتم تفويت الفرصة على كل
المخططات التي تجري لقطاع غزة وللقضية الفلسطينية ككل. على كل المسائل ليست هي في جبهة قطاع غزة، فالمسائل ذاهبة باتجاهات جبهات أخرى، وبالذات في الضفة الغربية، فالمسائل في الضفة الغربية تستعر وتتراكم بشكل سريع، ويبدو أن نقطة الحرجة للغليان في الضفة الغربية أصبحت قريبة مع الحصار ومع استمرارية هجوم المستوطنين والاعتداءات واستمرارية المعركة في داخل قطاع غزة، إضافة إلى وجود عمليات نوعية في جبهة الشمال تؤكد أن المسائل انتهت تحت عنوان مفهوم الإسناد، وأصبحت تحت مفهوم الضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل أن يذهب باتجاه وقف إطلاق نار دائم في داخل قطاع غزة.